ومن التداعيات السياسية على المنطقة وعلى العالم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتتابع التوترات والاضطرابات العسكرية في عدة جبهات بالإقليم، ننتقل إلى مناقشة التداعيات الاقتصادية الخطيرة للحرب على غزة وتأثيرات التصعيد العسكري في المنطقة على أسواق النفط العالمية وعلى خطوط إمداد الطاقة في الشرق الأوسط. للمزيد من التفاصيل تحليل الأوضاع الاقتصادية انضم إلينا من عمان الدكتور عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، ومن الرياض دكتور علي الحزمي الخبير الاقتصادي السعودي. أهلا بكما دكتور عامر. بعد التحية، بداية، كيف تأثر سوق النفط العالمي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أمل وللمشاهدين، شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن سوق النفط توازن أسعاره وخفف من خسائره نتيجة الركود الاقتصادي، الانخفاض في وتيرة العجلة الاقتصادية العالمية مع أسعار فائدة مرتفعة. هذا هدأ الأحداث في الشرق الأوسط، هدأت هذا الأمر ووازنت أسعار النفط، أبقتها فوق 80 دولار، وصلت إلى 92 دولار في أبريل الماضي. كل هذا بسبب أحداث الشرق الأوسط، منها صحيح عرقلة الملاحة في البحر الأحمر وعرقلة سفن الطاقة الغاز النفط عن المرور واضطرارها للالتفاف، تحميل تكاليف إضافية للالتفاف حول رأس الرجال الصالح. هذا التأثير الواضح على الاقتصاد العالمي وتأخير الفيدرالي الأمريكي من موعد تخفيض أسعار الفائدة الذي كلف العالم مليارات الدولارات. أخر تخفيض أسعار الفائدة من مارس الذي كان مقررا البدء بتخفيض أسعار الفائدة الماضي قبل أكثر من 7 شهور إلى الآن، يعني المقرر في شهر سبتمبر القادم. طبعا هذا كلف العالم مليارات، الإضافة التي كلفت شركات النفط، مرور النفط، أسعار الغاز، أسعار الطاقة، أيضا ساعدت على تأخير تخفيض رفع أسعار الفائدة. التضخم الذي الآن يعاني منه الاقتصاد العالمي والذي بات يؤرق وضع السياسة المالية للموازنة ما بينه وما بين معالجة مخاوف الركود التي نراها تبشيرها بعضها طبعا في الأسواق إذا ما استمر سعر فائدة مرتفع. أذهب إليك دكتور علي، تهديد الملاحة البحرية من قبل قوات الحوثي، كيف أثر على حركة التجارة العالمية؟ أهلا سيدة آمل وبضيفك الكريم من الأردن. حتما هناك تأثيرات، ولكن هذه التأثيرات ترتفع وتنخفض ما بين وقت وآخر. وشاهدنا بأن بعض القوى العالمية وهي مسؤولة عن التجارة العالمية، اليوم ما يحدث في سواء مضيق هرمز إذا حصل أمر أو في مضايق البحر الأحمر من الحوثي، شاهدنا بعض القوات العالمية تعمل على إيجاد حلول لهذا. حتما اليوم التجارة العالمية منخفضة، إذا ما قارنا حجم التجارة العالمية بالعام 2019 هناك انخفاض، نتحدث عن انخفاض في النمو الاقتصادي كان مرجح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن يصل معدل النمو 3.3%، اليوم انخفضت إلى مستويات 2.7%، مرجح إلى أن ينزل تحت هذا الرقم في ظل الأوضاع الجيوسياسية، في ظل رؤية عدم اليقين التي تهيمن على المشهد سواء في الشرق الأوسط وأيضا المشهد الاقتصادي العالمي. وشاهدنا كما أشار ضيفك الكريم بأن تباشير حقيقة عملية ركود في الاقتصاد الأمريكي يعني قبل أسبوع يعني ظهرت بوادرها، مما لطخ الأسواق العالمية باللون الأحمر. الآن ننتظر الفيدرالي، أعتقد في 17 سبتمبر لابد أن يخرج بقرار، ولكن إلى هذه اللحظة لا نعلم، لأن الفيدرالي حقيقة لم يصرح أي تصريحات حتى تطمينا للأسواق العالمية، ودائما يتحدث الفيدرالي بأنه ما يهمني هو الكور سي بي آي، ونتحدث اليوم الكور سي بي آي 3.2%، وفي المجمل التضخم هو تحت 2.9%، ولكن أنا أعتقد بأن صمت الفيدرالي في ظل الربكة العالمية حقيقة هي أوضاع ليست صحية. أما على مستوى الشرق الأوسط حقيقة أنا أعتقد بأن الأوضاع تزيد سوءا، حتى لو لم تحدث حرب ورد من قبل الجانب الإيراني، إلا هذا الترقب حقيقة هو يعطي مخاوف، وهذه المخاوف لها مؤشراتها الاقتصادية سواء على مستوى القطاع السياحي، سواء على مستوى القطاع الاستثماري، سواء على مستوى قطاع التجارة العالمية بشكل عام. ونحن نعلم بأن هذه المنطقة في الشرق الأوسط هي مسؤولة عن 40% من حجم الطاقة، هذه المنطقة واحدة من الدول المستوردة للسلع العالمية، وهناك مخاوف،
هذا سيؤثر حتما على اختناق سلاسل الإمداد. أعود إليك دكتور عامر، هل ستتجه مجموعة أوبك بلس؟ دكتور عامر أنت معي؟ نعم نعم. هل ستتجه مجموعة أوبك بلس لزيادة الإنتاج لضبط الأسعار أم ستستمر في سياستها برفض زيادة الإنتاج؟ نعم، يعني أمل، الآن حالة عدم اليقين تسيطر على المشهد بشكل كامل ولا يمكن لأحد توقع ما سيحدث في الأيام القادمة. كذلك أوبك بلس هي تتقدم باجتماعات كل شهرين، باجتماعات طارئة في حين يعني حدوث طارئ في الأسواق العالمية، لمحاولة تعويض أي إمدادات مفقودة من الأسواق، محاولة موازنة الأسواق العالمية. الآن هي يعني ترد على الفعل الموجود في الأسواق، فلذلك هي الآن تترقب ما سيحدث في الأسواق، بالإضافة إلى أن الـ يعني التخفيضات الطوعية أنهكت بعض الدول الغير قادرة على تلبية جميع مطالبها التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لموازنة موازناتها، وبالتالي هذا الأمر أيضا مؤرق لدول أوبيك بلس، وربما بعض الدول لا تحتمل مزيدا من الخفض الطوعي لموازنة الأسعار، هي ربما تريد إنتاج إضافي، ربما أيضا يؤرقها إنتاج إضافي من دول خارج أوبيك مثل الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، أيضا إنتاج إيران وتصديرها للنفط خارج العقوبات، هذا بالتأكيد يشكل ضغط على دول أوبيك، لكن بالتالي هي تحاول موازنة الأسواق وتحاول التعامل مع هذا الوضع المعقد الجديد، وبالتالي هي من ضمن المتأثرين في العالم لهذه الأوضاع المعقدة. الآن أيضا إذا ما حدث تعطل للإمدادات من مضيق هرمز، إذا ما تطورت الأحداث في أسوأ السيناريوهات أو في السيناريو يعني الأبعد، إذا حدث مثلا مواجهة حقيقية ما بين إيران وإسرائيل، فبذلك أعتقد بأن إيران ستعطل الملاحة في مضيق هرمز، ومضيق هرمز تعتمد عليه دول أوبيك المهمة في السعودية التي ربما تستطيع تصدير نصف نفطها عن طريق ينبع، عن طريق البحر الأحمر، عن طريق قناة السويس إلى دول أوروبية، أو الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح إلى آسيا، لكن بعض الدول لا تستطيع تصدير نفطها، العراق، الكويت، ونوعا ما بعض الدول مثل الإمارات لا تستطيع إلا عن طريق عجمان سوى القليل. الآن أيضا هذا الوضع المعقد يجعل الصورة قاتمة في المستقبل بالنسبة لأسواق الطاقة. حدث بسيط مثل دخول القوات الأوكرانية إلى روسيا والسيطرة على أنبوب غاز في أوكرانيا، في روسيا عفوا، هذا رفع أسعار الغاز مثلا على القارة الأوروبية إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام. هذا أيضا يضع وضعي السياسة المالية في الاتحاد الأوروبي، يعودهم إلى المربع الأول، يرجع بهم إلى المربع الأول لمعاودة حساباتهم في يعني الاستمرار بتخفيض أسعار الفائدة الذي بدأ به المركزي الأوروبي. طبعا هذه الأوضاع المعقدة تقرأها أوبيك، تقرأها الأسواق، وتقرأها أكثر الدول المتضررة وهي دول المحيط، دول المنطقة، الدول المطلة على البحر الأحمر مثلا بما يخص أزمة البحر الأحمر. أنا أعتقد بأنه أكثر ما أثر على الاقتصاد العالمي من كل الأحداث الجارية هو تعطل الملاحة في البحر الأحمر، هو هذا الحدث الرئيسي الذي امتد من التأثير من المنطقة إلى الاقتصاد العالمي. نعم. صحيح. أنتقل لدكتور علي. دكتور، خسائر اقتصادية كبيرة تعاني منها إسرائيل بسبب الحرب، كيف أثرت تلك الحرب على يعني بالاقتصاد الإسرائيلي؟ حتما، اليوم تحدث البنك المركزي الإسرائيلي وقال بأن حجم الخسائر حقيقة تصل إلى مستويات 66 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، وفي حال امتدت هذه الحرب حتما سترتفع هذه الأرقام. اليوم خرج تصنيف للمحتل الإسرائيلي وهو تصنيف متدني من قبل وكالة التصنيف العالمية، وهذا يضع حقيقة يشربك الأمر ويضعه ويصبح أكثر سوءا لدولة إسرائيل، لأنها بذلك لن تستطيع حتى إن ذهبت إلى أسواق الدين العالمية ستذهب بنسب فوائد مرتفعة. لذلك أنا أعتقد نعم، حتى وإن كانت هي اليوم تتجبر وتطغى وتقتل حقيقة هذا الشعب الأعزل الفلسطيني، إلا أنها تتأثر داخليا اقتصاديا. لذلك نعم،
نعم التأثيرات، وحتما أي دولة تدخل في حرب سواء كانت منتصرة أو خاسرة فهي ستتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. نعم دكتور عامر، الأزمة الأوكرانية والحرب على غزة، ما هو مستقبل قطاع الطاقة العالمي خاصة في فصل الشتاء المقبل؟ نعم بداية يعني تصريحات الاتحاد الأوروبي ومسؤولينه بأن أوروبا خرجت خارج الغابة من الأزمة، أزمة الطاقة، هذا الأمر يعودنا إلى أزمة الطاقة الأوروبية من جديد. أوروبا قد تشهد أزمة الطاقة في الشتاء القادم إذا ما كان قارسا، إذا ما توقفت أحد إمدادات الطاقة المتجددة من الرياح، وإذا ما أيضا يعني طال فصل الشتاء، وإذا ما قررت أوكرانيا قطع أنبوب الغاز الأخير الذي يصل من روسيا إلى أوروبا الوسطى. طبعا في هذه الظروف يعني تتلاشى المخزونات الأوروبية حتى لو كانت مرتفعة مع بداية السنة القادمة أو مع منتصف الشتاء القادم، وهذا يجعل أوروبا أيضا في أزمة بحيث ترتفع الأسعار إلى أرقام التي شهدناها مع بداية الحرب الروسية لأوكرانيا، أكثر من 300 يورو للميجاوات ساعة، نحن نتحدث الآن عن 40 يورو وهي الأعلى منذ بداية العام، وكنا نتحدث عن متوسط يبلغ تقريبا 20 يورو للميجاوات ساعة. فإذا ما وصلت إلى هذه الأرقام فبالتالي أوروبا ستكون في أزمة خانقة، وأيضا تحتاج إلى إمدادات، خاصة طبعا إذا ما هذا رافقه بعض عرقلة مرور الغاز من الشرق الأوسط، سيصبح لديها فقط الغاز الذي يأتي عن طريق الولايات المتحدة، وبالتالي أيضا يعني تعطل جزئي لقناة بنما مع أعطال مفاجئة قد تصيب بعض منصات تصدير الغاز في الولايات المتحدة سيجعل أوروبا في حرج شديد في الفترة القادمة، وربما أيضا يرفع أسعار الغاز في العالم كله، والعالم آخر ما يريده هو ارتفاع أسعار الطاقة للخروج من الركود الوشيك الذي قد يقع به الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأوروبي، وربما الاقتصاد العالمي. الآن أريد التعقيب على موضوع الخسائر الإسرائيلية. إسرائيل في الواقع لا تعلن كل خسائرها، 67 مليار التي يعلنها أو تعلنها وزارة المالية الإسرائيلية هي عن فقط التكاليف العسكرية، تكاليف من نقل المستوطنين لمناطق حول غزة أو جنوب لبنان إلى تسكينهم في مناطق في الداخل، تعويض الخسائر عن إغلاق المحلات التجارية، تأخر أو تعطل أو توقف الاستثمار داخل إسرائيل، تعطل الشارع الإسرائيلي في الواقع، هذه خسائر كبيرة ضخمة. لكن للأسف أقول بأن هذه الخسائر يتم تعويضها من المنظمات الصهيونية العالمية، من الولايات المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، المنظمات الكثيرة التي تدعم إسرائيل. أعتقد بهذه الحالة بالتفصيل وبالذات على المخاسر إذا ما قررناها بمخاسر الدول المجاورة، الأردن، مصر على سبيل المثال، أعتقد بأن هاتين الدولتين خسرا في هذه الحرب في الشرق الأوسط بالمحصلة أكثر من الخسارة الإسرائيلية، لأنهما ببساطة لم يحصلوا على دعم من الدول الخارجية أو دول العالم، هم يعتمدون على أنفسهم، وبالتالي هذه الخسارة تؤرق هذه الدول. أما إسرائيل فتحصل على الدعم وتعوض معظم خسائرها، أما خسائرها فهي أكبر من هذه الأرقام وأضعاف الأرقام المعلنة من الجهات الرسمية الإسرائيلية. نعم، نظرا لضيق الوقت شكرا جزيلا لكما على كل هذه التفاصيل والتوضيحات المهمة. كان معنا من الرياض الدكتور علي الحزمي الخبير الاقتصادي السعودي، ومن عمان الدكتور عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. شكرا جزيلا لكما.